في ظل الصورة العالمية والإقليمية، كيف يتموضع إذن المتعاملون الماليون واستراتيجيو الأسواق اليوم؟ هذا موضوع فقرة دقائقنا الستة التي نستقبل فيها كما جرت العادة ضيوفا ثلاثة يجيبون على أسئلة ستة في ست دقائق. أرحب بضيوفي من القاهرة: محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، من دبي مازن سلهب المحلل الأول للأسواق المالية في سويس كود بانك الشرق الأوسط وآسيا، ومن دبي أيضا نور الدين الحموري محلل الاقتصاد والأسواق العالمية. أبدأ معك نور في دبي. نور، نظرا إلى الأسلوب الذي تم اتباعه في تسوية أزمة سقف الدين الأمريكي، ما هي التوقعات برأيك حول طريقة التعاطي مع موضوع التيسير الكمي في المرحلة المقبلة؟ نعم، أولا كان الإعلان عن ترشيح جانيت يلين لإدارة الاحتياط الفيدرالي خلال الفترة المقبلة بيناير المقبل بعد انتهاء مهلة برنانكي كانت أحد الأمور التي ممكن أن تكون إيجابية أو حدت من خسائر الأسواق في ظل كانت الأزمة المحتدمة بين الجمهوريين والديمقراطيين، هذه من جهة. أما من التعاطي التالي وبعد إغلاق الحكومة لمدة أسبوعين على الأقل، لن يكون هناك في الغالب تخفيف للتيسير الكمي في أكتوبر المقبل أو يعني في نهاية أكتوبر الحالي، ولا حتى في نوفمبر، ولا حتى أيضا في ديسمبر، لأنه لا ننسى أنه جانيت يلين ومن يقرأ تاريخها كانت تحبز المزيد من التيسير الكمي والمزيد من الأجراءات، منها ذكرت مرة من المرات أنها يعني تحبذ تخفيض الفائدة على الودائع إلى ما دون مستويات الصفر، فلا زالت فعليا من غير متوقع أن نشهد أي تخفيف للتيسير الكمي حتى العام المقبل. طيب أنتقل هنا إلى مازن وأسألك مازن، في ظل هذا الجو ما التوقعات بالنسبة للدولار؟ اعتقد في مرحله حاليه عم شفنا هنا الدولار الامريكي فعلا عليه ضغط كثير كبير. اعتقد الوضع الاقتصادي الحالي السلبي في الولايات المتحده الامريكيه اضافه الى الشيء اللي صار الاسبوع الماضي من اغلاق مؤقت الحكومه الامريكيه ضغط بشكل كثير كبير على الدولار الامريكي. اعتقد الفدرالي الامريكي لن يقوم بتغيير سياسته الماليه خلال الفتره القادمه، على الاقل خلال 3 شهور او حتى يمكن بدايه 2014، وهذا يعني انه الدولار الامريكي سوف يبقى ضعيفا مقابل جميع العملات الرئيسيه في الفتره الحاليه، خصوصا بانه سعر صافي الدولار الامريكي في الاسواق العالميه ليس هو الهدف الاساسي للسياسه الماليه النقديه في الولايات المتحده الامريكيه، لا سيما انه الدعمات التحفيز الكميه لا تهدف الى اضعاف الدولار الامريكي بالدرجه الاولى بقدر ما انها تهدف الى تحفيز الاقتصاد الامريكي، لكن انا عم شوف انه اعتقد الدولار الامريكي هو احد اكبر المتاثرين بعمليات التحفيز الكمي اللي رح نشوف نحن ضعيف خلال الفتره القادمه. أعود مجددا إلى نور في دبي. نور، اهتزاز صورة الولايات المتحدة كمركز مالي عالمي واستثماري آمن حتى باعتراف وزارة خزانتها، هل ترى على الأرض ما يؤشر إلى أن هيبة أمريكا المالية فعلا وضعت على المحك؟ بالتأكيد، أولا شهدنا تحرك من جديد من قبل وكالات تصنيف الائتماني، أولها كان في الصين، قام في هناك تخفيف أو يعني تقليص للرقم أو الريتنج للولايات المتحدة الأمريكية، أيضا وكالة فيتش قامت بتغيير النظرة إلى سلبية وتمهيدا للتخفيض. الشيء الأهم، الصين تحركت وبدأت في التحرك. أولا تم الإعلان عن عملية سواب أو مبادرة للعملات في ما بين الاتحاد الأوروبي والصين، وأيضا عمليات سواب مع المملكة المتحدة والصين أيضا، هذا ما يشير فعليا إلى أنه بدأت الصين نوعا ما بتوزيع عملتها في العالم، خصوصا وأنه في خلال هذه التجارات وهذه السواب لن يكون الدولار يعني العملة المستخدمة في هذه التعاملات التجارية على الأقل، هذه من جهة. أيضا لا ننسى أنه أيضا بدأت الصين بالتحرك نحو دعم اليوان الصيني بالذهب، وهذا ما أعلنته خلال الفترة الماضية بأنها ستقوم بشراء أكثر من 500 طن للذهب خلال الفترة 3 سنوات ونصف المقبلة. فبالفعل نعم، هناك نوع من التخوف من الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية على الأقل من الصين وأيضا تتبعها اليابان. نور، انتهيت عند الذهب، سأذهب إلى مازن وأسأله عن توقعاته في هذه الأجواء لحركة الذهب. رح نشوف يمكن احنا الذهب خلال الفترة القادمة يعني بيكون فيه كمان عليه ضغط كثير كبير، صحيح انه الدولار الامريكي يكون متراجع، لكن لا اعتقد بانه الدولار يعني لكن لا اعتقد بانه الذهب سوف يستفيد من هذه الفرصة بشكل كثير كبير، عم نشوفه ما عم يتحرك بشكل كثير كبير ضمن نطاق ال 1300 1315، ممكن احنا نشوف عليه ارتفاع بسيط، يعني ممكن احنا نشوفه الى مستويات 1320 او حتى 50 للأونصة الواحدة، لكن اعتقد بان هذا السيناريو لن يستمر لفترة طويلة، نحن رح نشوف يمكن الذهب يرجع على مستويات متدنية اكثر، المكاسب
بحسب الحالية اللي عم بيقوم فيها الذهب وعم يستفيد بشكل أساسي من ضعف الدولار الأمريكي من حالة عدم الاستقرار، لكن أعتقد هذه المكاسب سوف تكون مؤقتة، خصوصا فيما إذا صار في تغيير على السياسة النقدية الأمريكية بالربع الأول ب 2014. اللي عم بيخلي الدولار الآن مستقر عند هذه المستويات فوق المستويات 1300 هي أعتقد السياسة النقدية الأمريكية اللي من غير المتوقع أن تتغير في الوقت الحالي، ولكن أعتقد أن المكاسب سوف تكون مؤقتة خصوصا مع بداية 2014. دعني أتحول إلى الشأن المصري مع محمد من القاهرة. محمد، لاحظنا زخما في حجم التداولات وإيجابية في تعاملات البورصة بعد إجازة العيد، المؤشر سجل مستوياته الأعلى منذ يناير 2011، ما هي الأسباب الرئيسية وراء ذلك برأيك؟ بالطبع بعد انتهاء اجازه العيد او بالتواكب مع اجازه عيد الاضحى المبارك، كان العالم كله ينظر الى الولايات المتحده الامريكيه بعين مندهشه منتظرا ماذا سيسفر عنه يوم 17 اكتوبر. وبالتالي بعد ان رفع الكونجرس الامريكي الموافقه بقانون باصدار برفع سقف الدين، منح المستثمرين على مستوى العالم مزيد من الثقه في استثماراتهم، وهذا ما لاحظناه بنهايه الاسبوع الماضي وما شهدته الاسواق المحليه والاسواق العربيه على فترة الأجازات، والتي كانت في فترة أجازة طويلة نسبيا تخطت 7 أيام في بعض الأسواق. وبالتالي فإن السوق المصري شهد هذا الارتفاع نتيجة بعض المتغيرات الداخلية والخارجية، خارجية منها الأمريكية. الداخلية هي حالة الاقتراب النسبي من مستحجز 6000 نقطة، وهو الحاجز الأعلى منذ يناير 2011، مما منح المستثمرين جزء من الثقة مع التدفقات النقدية التي أتت خلال الأشهر الماضية ليخترق حاجز هذا الحاجز ويستهدف حاجز 7000 نقطة. الحكومة الانتقالية محمد، وسأبقى معك تحدث عن تدفقات نقدية، دعني أسألك، الحكومة الانتقالية في مصر اليوم هل بدأت يعني تقارب بجدية موضوع التحفيز الاستثماري؟ بالطبع بعد 4 أشهر أو خلال 4 أشهر الماضية التي تولت فيها الحكومة الحالية بقيادة الدكتور حازم بلوي الاقتصادي المعروف، حاول بمزيد من الثقة ضخ أو بعث الرسائل أو المزيد من الرسائل للمستثمرين ليعودوا إلى حقبة الاستثمار بعد أن فقدوها خلال 6 أشهر من العام الحالي، مع قانون ضرائب وقانون الاستثمار التي وضعها النظام السابق. ضخ في الأسواق 3 تدفقات، الأولى كانت 21 مليار جنيه منتصف شهر أغسطس، الثانية كانت في حدود 14 مليار جنيه خلال نهاية سبتمبر، الثالثة نحن ننتظرها خلال الأيام المقبلة لحل مشاكل المقاولين. منح المستثمرين فرصة أخرى بتغيير أو بتعيين وجه جديد لهيئة الاستثمار بعد أن تم تعيين السيد رئيس هيئة الاستثمار وزير الاستثمار. هيئة العام لسوق المال، هيئة العام للرقابة المالية، عدلت بعض القوانين التي كانت تطيل فترة زيادة رؤوس الأموال. هذه كلها منحت المستثمرين بعض من الثقة ليعودوا يعود بتدفقات نقدية جديدة للأسواق. انتهت دقائقنا 6 من الأسواق، شكرا لضيوفي من القاهرة محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، من دبي مازن سلهب المحلل الأول للأسواق المالية في سويسكوت بنك الشرق الأوسط وآسيا، ومن دبي أيضا نور الدين الحموري المحلل محلل الاقتصاد والأسواق العالمية.